مرحبا اصدقائي، معكم ياسين جيمر. رجعت لكم مقطع جديد، وبهذا المقطع بدنا نلعب بهذا الحدث اللي هو السحب الثلاثي امامكم. هلق بدنا نجربه، والصراحه انا هون مثل ما شايفين رفعت كوس مثل ما وعدتكم وجبت الجوائر، بس رجعت نزلت بسبب اللاعبين المكسي، والصراحه ماني ما يرحمونا يا اصدقائي. يعني ليفلاتين 13 وليفل جيشين كله 13 ومظاهر ذهبي ومدري شو، ولكم انا شو ليفلاتي فقير فقير يعني، عرفتوا كيف؟ فلقلت هلق يعني بلا هجمات فرديه واحد ضد واحد، يعني لا انطر هيك شوي بس انه لا تقوى بطاقات، عرفتوا كيف؟ او اذا بيخلص الموسم هذا بنزلوا لك كؤوسه برجع برفعني انا، لانه الصراحه بدي وقت لتقوى ليفلات بطاقاتي وارجع اهجم. شغلي صارت شغله ليفلات مو مهاره يعني. فيا اصدقائي لا خلونا نجرب معركه بالسحب الثلاثي هيك نتسلى شوي يعني. لقب بيعطونا ثلاث بطاقات، نحن بنختار بيناتين. والله محتار ما بعرف، بس الاسهم حلوه يا. ايوه الصراحه هي بحسها كثير بتلبك هذه راميه المفرقعه. الساحر جولم الاكسير ولا العملاق؟ هو الصراحه جولم الاكسير ممتاز، بس الفكره لا راح اخذ هذا. الفكره انه بيعطي للخصم اكسير يعني، وبناخذ هلق هذا. البطاقات الجديدة انا ما حاول جربها. ايوه بناخذ برميل الهياكل، هي بطاقة فخمة هذه كثير، بستعملها بتشكيلتي الاساسية. بس هلق ما معنا ماينر يعني، هاي الفرق. شو بناخذ؟ تجميد، مع انه ما عندي اشياء اساسية يعني اهجم فيه، مثلا نحطه مع السباركة او هيك، بس يلا بنجرب. خلونا بعد برنامج التصوير. اوه ما لحقنا نحط الكوخ. يلا بسيطة حتى لو جاب ضرر ممتاز. هلق مجهز له السبارك، بدنا نفاجئه. والله هذا الغول ضرباته قوية. الاكسبو اللي ما يضرب ساعة ونقص هيك. لك انا فينا زدت برميل الغيلان وزدت تجميدي كمان. خلونا نحط هاي كمان ونهجم هيك عليه. حط الاكسبو دفاعي هلق مثل ما ملاحظين. اوه فعلنا له برج الملك، وصبنا له البرج الاساسي ممتاز. نزلت له اسهم، ايوه صابيتي. خلونا نحط لين هذا الكوخ. نحط لين هاي. اوه ضرب زلزال، بس ما راح يستفاد شي على فكرة. خلونا نحط الساحة، يلا ضربه. ايوه زدت الطرد الملكة، يلا يلا بسرعة. يلا هو ياخذ هذا البرج بكل الأحوال. بنجرب ناخذ له البرج الثاني نحن هلا. رمى جرعة زلزال، بدنا نهجم هجمة قوية. بدي هلق يا اصدقائي استعمل التجميدي وفاجئه، ان شاء الله يضل معنا اكسير. يلا اصلا البرج انتهى على فكره، بس كانت حركه حلوه يعني. والله هجمه اسطوريه عن جد، بتسلي كثير انه هيك البطاقات مفاجئه يا صديقي، بتحس حالك ما تجرب تشكيلي هيك لاول مره، فشي كتير حلو الصراحة.
هلق بنروح بنهجم هجمة ثانية كمان لنجرب حظنا بلكي بنفوز. الصراحة هدول الهجمات بيسلوا، وانا مثل ما قلت لكم ما فيني اهجم هلق زيادة بالفردية بسبب شغلة الليفلات. يعني والله الفرن بيوتي، وهدون بيوتروا الصراحة. كرة نارية بنختار، وهون شو بدنا نختار؟ والله بهدون بحبن، ما بعرف ليه بحسن كتير بيوتروا. سحر الجليد ممتاز كدفاع، هلا قوي معه بجوز يختار الصواعق هدون، فما بدي اختار شي يكون نقطة ضعف يعني، عرفتو كي؟ والزاب اساسي هاي لا يعلى عليها. يلا ضدنا احمد ابو علوش، لازم ننتصر يا اصدقائي. خلونا نجرب نحط، اوه ما مش الحا صرف الاعصار هو على الفاضي ترى، لانه انا حطيت له جيش الهياكل فورا. ايوه هي كرة نارية ممتازة. هلق البرابرة تبعته بيموتوا من ارواح النار، عرفتكي؟ فلكن هلق ما في شيء بنخشى منه. نحط له ساحر جليد هون، نجيب برنامج التصوير. منيح حطينا المشاغبين هدول بطريقة كويسة. يلا اركضوا يا اطفال يا لعوبين. لا موصل، ما فجر البرج. اوه فعل برج الملك. شو هلق بدنا نعمل؟ يلا اصلا برج الملك هلق صار بيساعدنا بالدفاع، سهل المهمة علينا يعني. هلق بنحط له هدول الاشقياء. والله صارت في هجمة حلوة هلا، صحت الصياف هو بس معلش بنقدر ناخذ له البرج يعني. هلق بنعمل له هيك هجمة سريعة على الجهة الثانية. هو صرف السم غلط، صار شغلنا على هاي الجهة هلا. يلا كرة نارية. عملنا حركة العظام هاي ممتازة، بس يا ريت اسا نسحب عظام لعند الأمير. تعالوا نسحبه بهالشكل هذا. كانوا اخذنا له البرج هذاك. ايه والله فورا، بما انه صرف، بس لا ما كان لازم نحطين بسبب السم، انا انتبهت على السياف فورا. خلونا نحط هذون الاطفال اللعوبين هذوني. لو معنا هسه وقت كنا بنمسحه، كانت هجمة حلوة كمان. هلق بنهجم هجمة ثالثة مشان هيك يصير الفيديو حماسي شوي، مو بس هجمتين. ما يزت علينا قنبلة الخائن. خلونا نزت نحن عليه قنبلة كمان. أحلى الشيء هدول اللي بيخسروا وبيحطوا وجوه مضحكة، هذا اللي بيكون متدمر نفسيا بس هيك ما يظهر لك إنه لا ما في شيء عادي يعني، مو هي مني أنا هيك مبسوط بحياتي. شو هلق بدنا نحط فالكيري، هي ممتازة بالدفاع. سباركي خارقة، الزاب كمان لا يعلى عليها. هوني في حيرة شوي. هلق اكيد المورتر ما رح يختاره، انا ماني صحبي معه ابدا. بس صراحة الميجا نايت ممتاز كمان كدفاع، في يعمل هجمة مرتدة فورا. كرة نارية. والله محتار، لا بنختار الساحر معلش، بدنا اكسير رخيص كمان.
هلق معنا سباركي، هي بطاقتنا الرابحة. هلا وين بدنا نحطها؟ زوي ببادر بالهجوم بكون شي ممتاز. اوه هذا لاعب آدمي. خلونا نبعد مشان نعمله الاوكي. هاي خطي ما يبكي هذا، والله احس لازم اشفق عليه بس للاسف صعب. اوه لازم نحط لين الفارس العملاق هذا. هبوط علين. ايوه الصراحة انا هلق ما معي اكسير ابدا يعني. يا حرام الفارس العملاق راح يقتلوه. خلونا نحط له العشرة هاي، انه برافو عليك اشتغلت شغل كويس. الفالكيري بده تضرب ضربة على القليلة. او ضربتين شايفين. يلا ايوة ضربة تانية. خلونا نحط شي قدام السباركي نهجم شوي انا يعني. اوف شو هذا معه برق. يا حرام لا متحمسين نحن على المواجهة هلق يا اصدقائي. بس الضعف الاكسير بتشوفوا قوة الاستراتيجية. هي بطاقات عشوائية اخترناها يعني. يلا الحراس هون. قنبلي عنده لهذا كرة نارية. كثير ما يصرف اكسير ليدافع بس عن السباركي يعني، مو ما يعرف يتصرف معه عرفتو كيف. خلونا نحط له سباركي تانية هون. عصب منه لانه ما في حط العملاق الملكي عرفتو كيف يا اصدقائي. ايوه هي جبنا البرج. لو معنا وقت كنا بهاي الهجمة بنقدر نمسحه. خلونا نعطيه سقف هيك جيد يعني عرفتو كيف. والله يا جماعة حلوة عن جد بتسلي يعني ممتعة. فيك يا صديقي اذا هيك ما بدك تخاطر بالكؤوس، انت ليفلاتك ضعيفة مثلي مثلا بتقدر تهجم. لعب 2 ضد 2 مع شخص انت بتعرفه اذا بدك، او حتى هيك شخص غريب تستمتع كمان، او من هدول الاحداث الجديدة انا دايما بحب اجرب انه العب فيه. فالصراحة كتير بيسلى وحلوات يعني، هن العيطين للعبة هاي الروعة عرفتوا كيف. انه دايما كل شوي في حدث جديد، في مثلا طرق جديدة بطاقات جديدة هيك يعني. التغيير حلو دائما يا اصدقائي. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو حطونا لايك اشتركوا بالقناة، كمان لا تنسوا تفعل زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر، مع السلامة.